في هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الممثل الباكستاني الشهير فيروز خان يتصدر عناوين الصحف في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إعلان طلاقه من زوجته أليزا سلطان، حيث أنه برغم طلاقهما إلا أنهما ما زال يكافحان في المحكمة، وذلك من أجل حضانة أطفالهم. هذا فإن زوجة الممثل أليزا قد خرجت مؤخرا بادعاءات صادمة ضده، والتي كشفت من خلالها تعرضها للعنف المنزلي والجسدي والخيانة والابتزاز، كما أنها قد نشرت وثائق وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تثبت من خلالها أقوالها بعدما أن زعمت أنها كانت تتعرض للعنف من قبل زوجها طيلة 4 سنوات من فترة الزواج. وللإشارة، وبعد تصريحها الأخير فقد تلقت دعما كبيرا من قبل الجمهور الباكستاني وكذلك الممثلين الذين استنكروا العنف الأسري الذي تعرضت له. هذا وكرد على هذه الاتهامات والتصريحات الخطرة من طرف زوجته، فقد قام فيروز بالرد على هذه الاتهامات وصرح قائلا: أنا أنفي بشدة جميع الاتهامات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة والخبيثة والكاذبة التي تم توجيهها ضدي ويتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فهذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة أو الواقع، وأعتزم تماما رفع دعوى قضائية ضد مروجي هذه الادعاءات، وقد أصدرت تعليمات لفريقي القانوني وفقا لذلك، وأود أن أقول بشكل قاطع إنني قد اتبعت دائما القانون في نصه الحقيقي وروحي، ولم أعدي أبدا إنسانا آخر عن قصد، وأؤمن بشدة بجميع حقوق الإنسان لكل إنسان يقطن كوكب الأرض. ويشار أن الممثلة الباكستانية إيقاع عزيز قد صرحت بعد هذه الادعاءات التي ظهرت في المحكمة في بيان أنها لن تعمل أبدا في مشروعهما القادم والذي كان سيجمعهما قريبا أو أي مشروع آخر.